تتابع مديريات الشرطة مهامها وواجباتها الأمنية التي تعزز الالتزام بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا، وفي هذا الإطار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تواصل مديريات الشرطة حملات إنفاذ القانون الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الإطار تعمل مديرية شرطة المحافظة الجنوبية على مباشرة الإجراءات القانونية بحق مخالفي ارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة، فضلاً عن ضرورة المحافظة على الالتزام بالتباعد الاجتماعي من أجل سلامة الجميع. ما زالت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية مستمرة في تنفيذ القرارات والقوانين، وذلك من خلال نشرنا للدوريات الراجلة والراكبة على مدار الساعة للتأكد من تنفيذ مبدأ التباعد الاجتماعي اللي نصت عليه اللجنة التنسيقية، ومنع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص وأخذ مسافة الاحتياط. وأيضا نحن ما زلنا مستمرين في رصد المخالفين اللي ما يلتزمون في لبس الأقنعة والكمامات. الحمد لله احنا رصدنا هناك تعاون ووعي كبير من جميع المواطنين والمقيمين، واحنا ننصحهم ونوصيهم بالالتزام خصوصا في شهر رمضان بالامتناع عن التجمعات العائلية الكبيرة والامتناع عن الجلوس في المجالس الرمضانية واخذ كافة الاجراءات والتدابير الوقائية، منها اللي هو عدم التجمعات لاكثر من 5 أشخاص، انهم يلبسون الكمامات اثناء خروجهم من المنزل والاماكن الاسواق والاماكن اللي يكثر فيها الاكتظاظ، وذلك لسلامتهم وسلامة الجميع. بس واذا ما عليكم امر بس التباعد الاجتماعي بصحتكم يعني وسلامتكم، خلوا مسافة على الأقل متر بينكم وبين بعض. أنت مو بلابس كمام ورايح صوب مطعم، يعني أنت إذا فيك أي شيء ينعيد غيرك، هاي حق سلامتك سلامة غيرك. عارفين أن رمضان تبون تقعدون تتجمعون، بس ضروري يعني تباعد الاجتماعي تنفيذ الأوامر، أكثر من 5 يا أخوان ممنوع إن شاء الله. فإذا ما عليكم أمر يعني تعاونون تحركون. إن هذه الإجراءات والتدابير وقائية بالدرجة الأولى من منطلق أن حماية الفرد لنفسه حماية لمجتمعه، وهذه مسؤولية لا يجب التهاون فيها.